طيح له السكر. تم ايقافه؟ عنده توا 6 شهور. ست شهور اللي خرج لا جلسه لا حتى شيء، لا تحقيق لا حتى شيء، وزيد يضربوا فيها من الفوق والعذاب من الفوق، وهو عنده ضيق نفس عليه بالله عليه. واحنا قاضيين راه عائله كامله باش ندخلوا الحبس وعادي وخليه يقرف هكاك وخليه يزيد يكمل يقرف هكاك، واحنا عائله كامله قادرين باش ندخلوا الحبس راه على جاله. قداش ليه هو تو مظلوم؟ عنده 6 شهور وضايق ولاد الباب وقام في السبيطار على جاله عليه. هو عنده 6 شهور تاع شنو؟ واخر مره زرتوه وقتاش؟ ما شدوا عنده حتى شيء. ما انا زرته قبل في اخر مره وقتاش زرتوه؟ تو احنا تو كنا في السبيطار بحذاه تو تعب تو تعب وطبيب يقول اللي عنده كلمه ما نعرفش تسكت وكلمه توجع تسكت معناتها مش عليك. قداش ليه مضرب عن الطعام تو؟ عنده تو شهر. شهر عنده شهر وهو مقرف على الميك، وهو حاليا تو في مستشفى شرنيكا في قسم الاعصاب. قسم الاعصاب معناها تعب على الاخر، تعب على الاخر عليه. ما هو ما شدوا عنده حتى شيء، ما شدوا عنده حتى شيء عليه. شنو هي قضيته؟ نحب نفهم شنو هي قضيته. 6 شهور وانا واحد من الناس وقادرين عائله كامله تدخل للحبس وما على بالناش بالرسم، قادرين عائله كامله تدخل للحبس. اعطيني اللي هو تعب تو في حاله، هو تو حاله ما شدوا عنده حتى شيء، ما فهم حتى شيء باش يموت باش يلحق هزوز ضحايا اللي مشى. هو مشى يخدم فاتورات عنده نسبه شدوه في العدل، شدوه في السبيطار مع عاملك اللحيه مع جنب السلفيين هزوه. قالوا له اللحيه هو مسكين نسبته كله مشت النسبه نتاعه. عمل شيء الوقت اللي شدوه عنده تو 6 شهور خرجوه من السبيطار هزوه جهاز بوليسيه الله اعلم بهم بوليسيه ولا شنو هما هذو. شو هزوه وهزوه ديريك في السبيطار القصه ما شدوه عنده حتى شيء، لا ضرب لا عمل لا حتى شيء، شيء ما عمل عليه.